طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا محل عصيرات. طبعا هذه الماكينه هذه 4500 وهذه قيمتها 5000. المكاين طبعا عنده 3 مكاين. طبعا المحل على الشارع العام الرئيسي على جهه سفوره جرج. طبعا هذا المشروع يقول له كلفه 70000 روبية. يقول دخلوا ايام الشتاء يقول لك 1000 روبية ما 1200 1300، لكن ايام الصيف يقول يدخل اكثر. طبعا بيدفع ايجار على المحل هذا الموقع على الشارع العام، والكهرباء كذلك بيدفع عنها الفاتورة. يعني شغل مرتب ما شاء الله، ومكلف شيء بسيط يعني اقل من لك، يعني يقول وصلت 70 ما بين 70 الى 80 الف.